أشد حزننا هذا اليوم والمساجد في الوطن العربي خالية، المساجد في وطننا العربي خالية. ماذا صنعنا نحن كي يطردنا الله من المساجد؟ ماذا صنعنا كي يطردنا الله؟ البارحة رأينا أبواب المسجد النبوي وهم يغلقونها. ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من المسجد النبوي؟ أخبروني ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من المسجد الحرام؟ أخبروني أيها الناس ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من بيوته؟ تعالوا بنا لننظر في المرآة في وجوهنا ولو للحظات. ألسنا الذين كنا نأكل حق الميراث قبل كورونا؟ ألسنا الذين كنا في ازدحام على البنوك في الربا قبل كورونا واليوم نبكي ونتباكى على أن المساجد أغلقت؟ نبكي ونتباكى على أن بيوت الله قد أغلقت في وجوهنا. ما أغلقت إلا لأننا قبل هذا الوباء كان عندنا وباء الظلم، وباء الحقد، وباء الغش، وباء الذنوب، وباء المعاصي. ترى لماذا؟ ترى لماذا هكذا نحن؟ سينتهي الوباء ثم سنعود إلى ما كنا عليه. نحن كمثل قول الشاعر ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، ولما وصلنا الشاطئ عصيناه.